أهلا بكم من جديد. بيسعدني أن يشاركني في هذه الفقرة يعني منجمنا زميلنا العزيز الناقد الرياضي الأستاذ أحمد الخضري. أهلا في الشباب. يا مساء الفل يا أستاذ أحمد. منور. أخبارك إيه؟ كله تمام. جاي وشك منور بعد التعادل بتاع سموحة. لا خالص. خالص. أنت مش مشجع سموحة النهاردة؟ إيه؟ أنت مشجع الفرقتين. لا يا راجل. أه طبعا. عايز الفرقتين يكسبوا. وانا عايز الفريقين يخسر. لا لا المهندس فرج هيسمعك. لا لا طبعا لا لا عشان خاطر الباشمهندس فرج بس يعني بقول لك اخف دم في الدنيا. اه طبعا طبعا مش ممكن طبعا يعني بصراحه المهندس فرج عامر اخف دم في الدنيا. كابتن سيد معوض مساء الفل. مساء الفل. هو في ايه؟ لا بجد في ايه؟ هو مفيش حاجه. لا يعني انا حتى بنقول كولر علامه استفهام كبيره. يعني مش مبرره يعني ممكن يحصل تراجع في الاداء ممكن شويه لكن بهذا الشكل لدرجه ان بقى ان الاهلي يكسب ماتش في الدوري امنيه للجمهور. انت لو اتكلمت على المرحله كلها هتتكلم كتير جدا انما مثلا لو جيت تتكلم على ماتش النهارده حرام ان انت تتكلم على ماتش زي بتاع النهارده ككوره بامانه يعني 90 دقيقه مفيش الهوا لا كره بتتلعب ولا تحرك ولا اي حاجه ما فيش معنى اصلا ان انت تتفرج على ماتش زي ده يعني بامانه حتى بالفرقتين يعني مش فرقه الاهلي بس وفرقه سموحه بامانه دي ده مش طريقه لعب حد مش شكل في الملعب مش اداء يعني ما اتفرج قول لي مثلا على دقيقه واحده في 90 دقيقه فيها كره حلوه لاي فرقه من الفرقتين للاعيب واحد من الفرقتين قول لي يعني هو الطبيعي في الكوره عندك سيردباكين يطلعوا بالكرة صح ويدافعوا بشكل كويس مفيش الكلام ده مش موجود عندك ديفندر راجل بيقطع الكوره وبيسلم صح ده مش موجود عندك باكين بيعملوا اوفرات كتير جدا مش موجود عندك وينجين بيتحركوا في ظهر الناس مش موجود عندك فروت خطر جدا وايجابي جدا وطول الوقت محسسك ان الهجمات بتاع النادي الاهلي كلها خطيره مش موجود عندك صانع لعب موجود في الملعب مش موجود عندك لعيبه المفترض ان هي شايفه تكتل كبير جدا يبقى التصويب باهتمام ما بتشوفش الكلام ده فانت لو تيجي تقيم مش هتلاقي حاجه يعني بامانه تتكلم في كرة لا يعني بس انت كان ليك رؤيه ووجهه نظر اسمح لي بقى اقول لك طلعت غلط. قول لي يعني على عكس رؤاك كلها. قول لي بتاعت ايه؟ انك كنت دايما تقول ان الاهلي في الدوري كده الفرق كبير في المستوى طيب احنا في الاسبوع الكام؟ احنا في الاسبوع الكام؟ السابع. الاهلي واخد الدوري وبفرق نقط كتيره جدا عن المنافسين. ما اقصدش طب ما انا اكمل لك بس الاهلي واخد الدوري من الاسبوع السادس اهو انه الدوري في فرق مستوى بين الاهلي طبيعي بقى والفرق بقى الاهلي يعني حتى والاهلي متراجع والاهلي وحش دلوقتي الاهلي وحش انما في اقل مستوى لك تعرف لو عندك 10% من مستواك النهارده هتكسب لا بدون اسباب يعني ممكن تبقى بعض الاسباب البسيطه بس دي برضو مش هي السبب الكبير. اللي مديك ثقه ان الاهلي هيرجع ما هو بالشكل يعني الجونه لا خد بالك الجونه ترتيبه في الدوري الثامن سموحه التاسع خد بالك انت بتتعادل مع انديه كمان وكسبان سيراميكا بالعافيه موضوع الدوري ده منتهي اللي هو ال 13 يعني انت اخر ثلاث ماتشات حتى في الدوري موضوع الدوري منتهي مش ممكن ممكن مش عشان الاهلي ولا مع بيراميدز ولا مع مودرن فيوتشر اللي هي الانديه اللي فوق كمان ده انت لسه هتواجه انا كمان شايف ان في فرق كبير بين الاهلي والمنافسين بتوعه فانت هتيجي في النهايه هتلاقي الاهلي فارق بعدد نقاط كبير جدا ايه بس اللي مخلي السؤال اللي الناس مش لاقيه له اجابه اهلاويه هتتجنن النهارده شفت الراجل مع كولر في المدرج بعد الماتش اعصابه فلتت شفتها يا استاذ احمد طبعا طبعا مشجع لو الشباب يجيبوها ودي نقله في علاقه فرقه الجمهور بالمدرب جمهور الاهلي بكولر نقله ما كنت بتكلم فيها انا وكابتن سيد في الاول قبل ما بعد الثقه العمياء اللي كانت موجوده اتفقنا قلنا بقى ان انا عايزين يا جماعه جمهور الاهلي تحديدا ما عندوش قصه ان انت جبت 5 بطولات ولا 10 بطولات عايز البطوله لو ما جبتش البطوله دي هينسى خلاص اقلب صفحه ومن اول السطر بس هم خد بالك عملوا كده بداوا ينفلتوا في علاقتهم بكولر بعد كم يعني هو النهارده لقوا ايه يعني خسروا السوبر الافريقي فصبروا ده مؤشر ده مش واحد بداوا الدوري الافريقي مش واحد. خسروا فصبروا فلقوا اللي كمان النتائج عماله تنهار تنهار ده مش واحد ده مؤشر لعلاقه ان عارف ايه الشعره اتعب بين جمهور الاهلي وكولر دايما كولر ده اتحط احنا قعدنا نقول ده هيبقى جوزيه تاني جوزيه مش يعني فاهمني فالنهارده هي تاثيرها مش من الجمهور انا عايزها بالصوت يا شباب بص اسمع كولر نفسه
كمان رد فعل كولر كمان. بس ده اللي انا بقول عليه. انا عايز يا جماعه الشطات اللي فيها كولر ورد فعله. حتى كولر في رد فعله مش عاجبه. لا بيشوح لا ما طبيعي انه ملوش انه ما يبصش انه برضه بيروح ويبص بص بص ويتعامل. ايوه طبيعي. فده تحول طبعا تحول خطير وجديد. تحول خطير وجديد انه كولر في الطبيعي لا خلاص. وبعدين كولر بالنسبه لجماهير الاهلي كان هيوصل زيه زي تيكوتي زي جوزيه زي الناس اللي ليها مرتبه معينه. فالنهارده لا القصه دي اتنسفت. ما هو مش مجرد شخص من الجمهور ده اكيد بيمثل قطاع. ورد اللي جاي بقى الاخطر رد فعل كولر. هل دي هتنسى ثقته بنفسه؟ هتنسى ثقته في تعامله مع الجمهور؟ هيبقى ليها 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 توابع كتير مش مجرد لقطه او كلاش بينه وبين وبين حد من الجمهور. دي اتصور ان هيبقى ليها ترتيبات او ردود افعال تانية يعني. كانت السيد كولر بيتهم علنا دلوقتي من الناس حتى سواء الجمهور محللين نقاد انه بقى عنده نوع من التكبر والغرور فعلا. لا هي مش نقطه تكبر ولا حاجه بس انت تشوف الراجل حتى اللي من الجمهور بيكلموا فيه بيكلموا ال 100 مليون بيكلموا فيها يعني وعايزه يغير بدري. الحاجات واضحه جدا. ايوه يغير مفيش ماتش يعني عندي مثلا 11 لعيب موجود في الملعب منهم تسعه مش موجودين مش مستواهم نهائي بعاد تماما واستنى للدقيقه 80 قول لي على ميزه واحده يعني يخليك قول إيه يخليك تصبر كل ده يعني لو نزلت اي حد حتى لو نزل وبقى وحش هيبقى وحش من اللي موجودين. لا بس انما انت بس عملت اللي عليك اه وتغير تغييرات ما تكملش الخمس تغييرات اللي هو تغييرتين داخل 10 دقايق. المباراه الوحيده اللي غير فيها بدري شويه الماتش اللي فات كسبت واللي نزلوا هم اللي جابوا الاجوان وعملوا تأثير. فانت شفت ان دي حاجه كويسه فلا انا مش هعملها تاني يعني مش هغير. انت فاهم انا لو شايف مثلا اللعيبه في الملعب كسبانه مش كسبانه بتتحرك وبتضيع فرص وفي ايجابيه كبيره جدا فانا مش هغير عادي. دي ده هتبقى حاجه كويسه الاداء كويس والاداء مقنع ممكن ما غيرش. انما انت شايف بقول لك من العشره في تسعه مش موجودين فانت برضو مكمل ودي مش اول مره. ده بقى انطباع دايم بالنسبه له. هو الماتشات سواء الفرقه كويسه او وحشه تغييراته على طول متاخره ما بيتدخلش هو وحتى ما بيتدخل يعني. انت دلوقتي منزل لعيبه 10 دقائق اه هو ممكن لعيب ينزل يعمل فرق بس هو اصلا لعيب نازل زعلان عشان ما بيلعبش ونازل حاسس ان هو متاخر فبينزل كمان أسوأ من اللي طلع. فانت ما تديله فرصه من بدري شويه. انت ما تغير من الدقيقه 60 ما تغير بين الشوطين. انا نفسي اشوف له تغييرتين مثلا ولا ثلاثه بين الشوطين والاهلي مثلا متعادل النهارده طبيعي تغير بين الشوطين والاهلي متعادل وده انت ممكن تغير في الدقيقه 30 اه يعني هو عيب تغير في الدقيقه 30 او 40 او ولا الهوا يعني. وبعدين انت متعادل بين الشوطين ده ما هو الطبيعي تغير تغييرين ثلاثه في فرقه مثلا 45 دقيقه ما عملتش حاجه فالطبيعي ان انت تبقى حاسس بالفرقه. وبعد الماتش قال حاجه كويسه في المؤتمر بس انا اتمنى ان هو يكون فعلا عايشها ان هو احنا سيئين جدا والنهارده كنا سيئين ماشي. ما هو سيئين دي ليها اسباب بالنسبه لك انت لان انت اللي شايف الفرقه وشايف الفرقه كل يوم. فان انت تشوف الفرقه بالاداء ده وفي بعض اللعيبه مستوى يعني انت سالتني الماتش اللي فات على حسين الشحات بعد الجون والجون وكويس وهيفوق قلت لك ايه؟ قلت لك حسين بقى له فتره بعيد المستوى النهارده تكمله برضه. ليه؟ لان حسين بدا يفكر في اللعب الفردي اللي هو ما بينجحش فيه. الفتره اللي فكر فيها في اللعب الجماعي كان ناجح جدا برضو. طبعا بس وتدريب وغير التدريب لان انت هتتكلم اي حد هيرد عليك هيقول لك بقى ثلاث ايام والماتش والكلام ده. انت راجل مدرب ولو عندك لعيب كده هتسيبه كده؟ لا وانا مش هلاعبه اصلا. طيب هقعده. ليه مش هتلاعبه عشان تاخد اكشن؟ الفتره اللي خلت حسين كويس اما قعد فتره ودخل في منافسه حلو يبقى انت بتعمل اكشن بدأ يرجع معاه بس عشان خاطر ترجعه لحالته. انت عندك مشكله بامانه كولر تعامله مع اللعيبه اللي ما بتلعبش مش مفوقها يعني بامانه. مع ان هو جاب مع ان الاهلي بيقولوا انه جاب مدرب في بدايه السنه
لتفويق وتجهيز اللعيبه يا استاذ خضر؟ حصل اه. الاول بس انا كنت عايز اعلق على الكابتن سيد حكايه كده كده الاهلي ياخد الدوري دي، دي لو راحت لعيبه الاهلي دي الاهلي اقدر اقول لك الاهلي اقرب. اهلي اقرب اقرب ان زي ما بدري قلت لك الزمالك مش في الجيم. طالما الزمالك بعيد مش في الجيم خالص فتقدر تقول ان فرص الاهلي تبقى اكبر. انا من ست اشهر او من الموسم اللي فات قلت لك الزمالك الموسم اللي جاي بعيد قوي. وبيراميدز النهارده مثلا هتلاقي ممكن يتغلب من الاسماعيلي يتعدل يعني ولولا طرد الاسماعيلي اه بس برضه بيراميدز الحق يقال هو اول الدوري. لا ما هو يعني ماشي لا ما اللي يكمل بقى. فالاهلي حتى لو خد الدوري مش هو الافضل، هو احسن الوحشين يعني هو احسن الوحشين في القصه دي. او احنا ليه باصين ان بين الشوطين والتغييرات؟ القصه قصه اعمق من كده، اعمق من كده. القصه ان محمد عبد المنعم يعمل ستوري امبارح ويلعب ما شفناهاش في النادي الاهلي قبل كده، ان لعيب بيطلع ان السوشيال بقت مباح مستباحه في لعيبه النادي الاهلي، ده بيتكلم وده يرد عليه. طب المشكله يلعب؟ لا احنا 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 ما شفناش حاجه زي دي في النادي الاهلي قبل كده. هو لما يعمل ستوري مرتبط؟ لا لا ستوري ايه؟ لا ما ستوري مش ما هو مش بيقول نكت. لا ما ستوري مرتبط بيقول لك انا مظلوم وتعديل اه مظلوم وفي حقي وعقدي وبتاع. لا يجوز ان ليله الماتش يقول حاجه زي كده، ما ينفعش. احنا ما تعودناش في النادي الاهلي. ليك راي في القصه دي؟ لا هي النقطه برضو هو محمد عبد المنعم يعني لو حد جه اكلمه يقول لك انا ما قلتش اسم حد او ما قلتش، هي طبعا مفهومه بس ما حددش ان هو بيتكلم على حد في النادي. يعني زعل كده يعني اه. لا هو اصلا الطبيعي ان انا عندي مباراه تاني يوم، انا ما مش مفترض ان انا اللي كان لازم يحصل الاجراء اللي كان لازم يحصل في موقف زي ده. لا يعني كنادي انا ممكن اقول لك انا ما نزلتش حاجه تخص النادي، انا بتكلم على حاجه بره. انا بتكلم على الناس بره النادي بتقدرني او ما بتقدرنيش، انا ممكن ارد عليك كده، ما عندكش حاجه معينه تدل ان هو بيتكلم عن النادي. انما هو في الاول والاخر انا عندي ماتش، سواء بقى الحاجه دي خاصه بالنادي خاصه بحاجه تانية، هو ليه ان انا انزل حاجه وعارف ان هي هتعمل لغط قبل المباراه. طب الخضر اتكلم في نقطه مهمه، ايه الاكشن اللي لازم يحصل في موقف زي ده؟ ما انا بقول هل ممكن ما يلعبش؟ يعني انا لو لعيب وجيت سالتني هقول لك انا ما بتكلمش على النادي. لا لو نفترض ان هي انا عندي موضوع مع حد تاني، انا بكتب على حد تاني، هتقول لي ايه؟ هتقول لي ايه؟ لا هقول له انت بتهزر مستعماني يعني ده مصر مستعماني صحيح ده مصر كلها والامم العربيه عارفين ان هو مقصود بيها ايه. ايوه انا بقول لك انا لو رديت عليك الرد هقول له اعمل بوست تاني دلوقتي بعدها بدقيقه اكتب يا جماعه اذا كنت انا اتفهمت غلط، انا اقصد اي شيء خاص بعلاقتي بالاهلي غير صحيح. لا انا اقول لك مثلا لا انا عندي رايي ان اللعيبه اصلا ممنوعه انها تخش على السوشيال، ممنوعه انها تكتب، ما ينفعش. ما هو كل واحد بقى زي ما كان سيد بيقول يقول لك لا ده انا قصدي واحد صاحبي واحد جاري عمل لي مشكله اصلي مش عارف. ما هي العمليه هتفرق، لكن انت كلاعب كوره في اهلي او زمالك في اي نادي لا ما تقربش من حته السوشيال دي. كل واحد اصل كل واحد وثقافته بقى وكل واحد وعلامه زي ما بيقولوا وكل واحد واتجاهاته، هتلاقي انت هتخش في متاهه. انا بقى قصدي ايه؟ دي هترجعنا ايه؟ دخلنا في ايه؟ في الحته اللي انا قلتها مع حضرتك من شهر او شهرين، اوضه اللبس في الاهلي مش محكومه زي السنه اللي فاتت، مش محكومه زي السنه اللي فاتت، وقلتها انا مره مرارا وتكرارا والناس زعلت مني. انت لعيبه الاهلي انت ما تبص في الدقيقه 90، انا دايما كنت اقعد انا كده ايه ابص في الدقيقه 90 دي كده اقول الاهلي يجيب جول من ايه؟ الغل، الحماس، اللي من ايام ما جه الكابتن سيد ومن قبليه. ده تاريخ الاهلي كله. من قبليه على طول. انت حسيتها دي النهارده؟ لا. لو قعدوا مثلا لو قعدوا يومين ثلاثه مش هيجيب جول الاهلي. انت في اخر خمس دقايق وحسين شحات بيشوط الكره بلا مبالاة، مش عارف مين بيشوط تاني، مش حسين شحات بس كله كان وحش يعني. فكانت ميزة الاهلي ان خصوصا مع الاواخر كده بديت بتخوف الفرقه اللي قدامك، قول غل واضغط واعمل، لا ما فيش، لعيبه السموحة بتنقل الكره عادي. فانت من اهم النقط اللي في لعيبه الاهلي النهارده ان مفيش حماس. طب مفيش حماس ايه؟ لا ارجع بقى، ده في كذا، في مشاكل، في 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 عقود. انت بتتكلم في عقود ليه؟ انت عندك عقدك خلاص مش هتتجدد، كمل يا عم. وبعد كده انت لما عقدك يخلص اطلب 100 مليون، لكن انا لسه عقدي كمان السنه اللي جايه اللي بعديه واقول اصل انا وعايز اتساوى وهو وغيره. دخلت انت في النقطه دي ودي ما كانتش موجوده في الاهلي. احنا كنا بنفاجئ ان فلان ده فاضل له سنه بقى جددوا له 3 سنين كمان. فدي دي دي مشكله. المشكله مش الماتش، المشكله من السوبر. هل الكابتن سيد انت حاسس ان في مشكله فعلا في اوضه اللبس؟ بامانه لا، عشان ما اكذبش عليك انا مش مع الناس اللي بتقول كده. ويعني الطبيعي اصلا خلي بالك اوضه اللبس مش معتمد على فرد، يعني وجود شبانه او وجود سيد او وجود حسام او وجود احمد مش هم دول الموضوع.
انت ماشي بسيستم وماشي بلوائح جوه النادي، فاي حد هو بيطبق اللائحه اللي موجوده جوه النادي وبيطبق السيستم اللي موجود. اللي هي يا كابتن فقلت لا التعاملات كلها، اللي هو واحد يطلع ليله الماتش يقول كده ومحدش يقول السلام عليكم؟ لا انت ما تعرفش هو قال له سلام عليكم ولا لا، هم فين؟ ومش مش هيعلنها برضو دلوقتي. لا يعني هي بعد الماتش مش الواقعه دي بس، يعني في في مثلا واقعه مع امام عاشور قبل كده قبل ماتش سيمبا، في واقعه مع احمد عبد القادر قبل كده، في واقعه ما اعرفش. هل حاسس ان في مشكله ولا ده ولا دي حاجات طبيعيه بتحصل في اوضه اللبس؟ لا طبيعيه في الكوره، طبيعيه في الكوره جدا. يعني هي النقطه دلوقتي بس ان انت بتستخدم السوشيال ميديا، فده اللي بيخلي المواضيع. يعني موضوع عبد المنعم ده انا بشوفه ان انا بقول لك انا عارف، انا اتعاملت مع لعيبه كتير، اتعاملت مع الجيل الحالي كتير، انا عارف ردود افعاله. اول ما هتيجي تكلم حد يقول لك وانا انا كلمتك، انا بتكلم على حد تاني، هتقول له اعمل كذا، اعمل عكسها، هيعمل عكسها عادي. هل تركيز لعيبه الاهلي بعيد؟ لا، هي الحاله الفنيه خليتهم مضغوطين خلاص بقى، كل سنه طيب، انسى الراحه اللي انت كنت عايش فيها اللي هي انا بكسب، فالمكسب بيخلي الاداء حلو، بيخلي شكلنا حلو، انما دلوقتي لا، انت مضغوط، انت نتائجك والبطولات اللي انت ضيعتها في فتره قصيره، وخصوصا ان انت داخل على كاس العالم للانديه. يعني واللي انا بشوفه برضو واللي انا متاكد منه ان ده هيبقى غير الدوري وغير بطوله افريقيا، ان ده وضع مختلف تماما. يعني اللي هو كاس العالم؟ لان اول ما بتتحط في ماتش ان انت هتلعب ماتش جامد، ويعني احتمالات كبيره يبقى اتحاد جده ونجوم كتيره موجوده في الفرقه وجمهور موجود مالي الملعب، الموضوع بيختلف. يعني انا برضو بشوف من الحاجات المؤثره جدا يعني تواجد جمهور النادي الاهلي لو باعداد كبيره هيفرق مع اللعيبه دي جدا. يعني هيبقى حتى مش هقول لك هيبقى عامل ضغط على اللعيبه، يعني اللعيب اللي ما بيجريش هيجري غصب عنه في وجود الجمهور،